البوليس هي سوري سوري زو هي ويل كلير وضعنا حيل مو زين ومطر وعاصفات وحل لحد لا نشوف شوارعنا وطامسين بالوحل شوارعنا غير منظمة يعني شوارع أبدا الخيام عندنا أنت تعرف ظروف الخيام ظروفنا ظروف مأساوية يعني مرات بالأيام الصيف حارة وأيام الشتاء باردة ما حد ما يسأل علينا ما حد ما يعرف وين ضلينا ما حد كلهم قاعدين على الكراسي ما حد ما يسأل علينا كل من يقول أنا بأسجل قاعد أقول أكل شاي ما حد ما يقول وين ظل هذول أهل المواطنين العراق وين ظلوا وين صاروا ما حد ما يفكر نسوي الموصل
بيحكي لي أنا كنت بالمنطقة هذيك شفتها. قلت له طب إذا شفتني ليش بتسألني؟ يقوم بتكبيل الأطفال الفلسطينيين، يقوم باستجوابهم بدون وجود أهل معهم خلال عملية التحقيق، يقوم باعتقالهم من منازلهم أو في المناطق المحيطة لمنازلهم. يكبر أطفال فلسطين على The European Union, the United States, Poland, الأطفال هم أطفال يجب إخراجهم من دائرة النزاع مهما كان. من يمشي الجربة ويراها الجنة في الدنيا يلقاها. أنا إنسان طموح، ديما نخمم ونشوف القدام ونقول هذا السياحة باش ترجع يلزم نشتغل. تعبانة كثير، حزينة برشا، أسف ياسر، يتبكي عليها الدم. ليش؟ مفيش شغل، مفيش سواح، ما فيش خدمة خلاص. إن شاء الله إن شاء الله الصيف هذا إن شاء الله السياحة تخدم شوية، معناها الوزارة السياحة هكا يحاولوا يجيبونا أسواق جديدة. The first thing.
Maybe Dr. Almari, you want to say President of General Assembly. Of the reception and of course the exhibition. Thank you. شكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، كذلك أتقدم بالشكر لكل القائمين على هذا الحدث تحت رعاية الأمم المتحدة. اليوم احتفلنا بتدشين المعرض الفني الذي يحيي طبعا أكيد الآيات القرآنية الكريمة التي أرست قواعد حقوق الإنسان من قبل 1400 سنة طبعا، وهذا دليل أن الإسلام رسالة سامية إسلامية حفظت حقوق الإنسان قبل أن تأتي القوانين الوضعية. فأشكركم القائمين، طبعا اليوم المعرض كان فيه حضور كبير. طبعا هذا المعرض يعني بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبعثة الدائمة لدولة قطر هنا في جنيف، وطبعا يهدف هذا المعرض أو نتحدث في هذا المعرض عن حقوق الإنسان في الإسلام، وطبعا ما لا شك فيه أن هناك ارتباط وثيق بين الإسلام وحقوق الإنسان، وحاولنا من خلال هذا المعرض ومن هذه من خلال هذه اللوح أن التركيز على ما يوجد في القرآن والسنة من آيات قرآنية أو حديث نبوية أحاديث نبوية تتحدث عن حقوق الإنسان وارتباطها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا دليل وتأكيد أن الإسلام سباق في الحفاظ وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من 1400 سنة. ومن خلال هذا المعرض كذلك تحدثنا أن بعض الجماعات المتطرفة وبعض الجماعات التي لديها بعض الأفكار لا تمثل الإسلام، ومن جهة أخرى كذلك هناك بعض الجماعات المتطرفة من الجانب الآخر والتي تستخدم حرية الرأي والتعبير لنشر خطاب الكراهية.